فوجو هي عاصمة مقاطعة فوجيان، ولها تاريخ طويل يمتد إلى أكثر من 2000 سنة. دعونا نبدأ رحلتنا الاستكشافية من مدينة فوجو. وصلت إلى جبل يانتاي، أنا الآن أسفل جبل يانتاي. المكان بالفعل أكثر من رائع. الإشي المميز فيه إنه الأبنية والعمارات قديمة جدا، لكنها كل جدرانها باللون الأحمر. بالفعل أعطت نكهة جميلة جدا لهذه الأزقة الموجودة هون. يانتاي شان، قبل 100 عام كان هذا المكان من الأماكن التي لها نكهة أجنبية مميزة، ومع مرور الزمن أصبح هذا المكان متحفاً يضم مباني وعمارات من مختلف بلدان العالم. الآن أنا وصلت على القنصلية الأمريكية قديماً في جبل يانتاي. في شارع آيغو رقم 2 هناك بناء مميز بخصائص أجنبية. هذا المكان كان موقع القنصلية الأمريكية قديماً، له تاريخ طويل يصل إلى 158 عاماً. واو، هذا المكان فيه أشياء قديمة، آلة طابعة قديمة من الزمن الجميل. واو، يجمع هذا المكان ما بين الأنماط المعمارية المختلفة، منها الأنماط الغربية الكلاسيكية والأنماط الباروكية وغيرها. عندما وصلت إلى كنيسة شيتسون ورأيت الجدران الحجرية، شعرت بجمال فن العمار القوطي. أكثر ما أعجبني هنا هو أشجار الكافور الموجودة عند البوابة، حيث أن هذه الأشجار قد رافقت الكنيسة سنوات طويلة. مكان أو متجر هنا كتير كتير حلو، فيه حس فني غريب. واو، هذا صاحب المحل. صديق له رسم هاي الرسمة هون. 一个动物的一个形态，面和雕塑的结合. وصلنا. المكان بكل تفصيل فيه موجود هون في فن، إحساس فن غريب. على ما يبدو إنه هون في ورشة الخياطة اللي حكى لي عنها صاحب المحل. نيها، هذا هو مصمم الملابس. يكي شو، مرحبا. مرحبا. اوكي 要小心点。哦哦哦。对对对对对对。 بالفعل عمل دقيق جدا لكن ممتع. مع السلامة. ينتايشن هو مكان مليء بالحس الفني والآداب. بمجرد الدخول إلى هذا المكان تشعر وكأن هناك طاقة تجلب لك الهدوء والسكينة. السير في هذه الأزقة بين العمارات الأجنبية وشرب كوبا من القهوة والتجول في المعارض الفنية ستجعلك تشعر بعظمة التاريخ والثقافة، وستختفي جميع ضغوط الحياة بأعجوبة.